اسمي بلاك اوبس من فلسطين. بدايتي انا كنت بشتغل تصميم مواقع، انشديت لمجال البرمجة كتير. ظهرت مجموعة تسمى انونيموس فشدتني لهذا المجال، تقدمت لهم ووافقوا على طلبي ومشيت معهم سنة ورا سنة لحد ما وصلت ل الرتبة اللي أنا فيها وهي المتحدث الرسمي باسم المنظمة. المنظمة انطلقت في عام 2010. هي طبعاً كانت اسم أنونيموس كان بيجمع جميع الهاكرز في العالم، ما كانش إنه منظمة أو مجموعة واحدة، لكن إحنا حبينا إنه نخلي هذا الإشي الكل يكون مندرج مع بعض، الكل يتواصل مع بعض. فعملنا منظمة أنونيموس الدولية، طبعا هي بتجمع عدة أفراد من الشرق حتى الغرب. في المنظمة طبعا تقتصرش على الشباب فقط، يوجد معنا إناث. المنظمة بشكل عام بتعني لي كأنها عائلتي الثانية، لأنه فيها أشخاص أكثر من إخوتي. العالم الافتراضي إحنا عشقناه، مش خوف من الواقع، لا، لأنه إحنا ملوك هذا العالم. أنجزنا كثير إنجازات، منها هجمة 7 أبريل في كل عام بتتم على إسرائيل. بيجتمع جميع الهاكرز حول العالم، أجانب إن كانوا أو عرب، إيش ما اختلفت الجنسية عادي أو اختلفت الديانة، كلهم بيجتمعوا تحت نطاق واحد وهو الوقوف بجانب الفلسطينيين. في هجمة 7 أبريل من كل عام إسرائيل تطلب النجدة من الدول الأجنبية للوقوف بجانبها وصد هذا الهجوم، لكن للأسف دائماً تفشل لصد هذا الهجوم، مع أننا نكون أعطيناهم رسالة قبل الهجمة بشهرين لحتى يأخذوا احتياطاتهم لحتى يكون الإشي تحدي أكتر، لكن هم دائماً بيفشلوا. طبعاً إحنا عندنا عدة أهداف. الهدف الأول كهاكرز فلسطينيين داخل المنظمة اللي هو زوال إسرائيل إلكترونياً. الهدف الثاني إنه إحنا ضد أي دولة ظالمة لشعبها مهما كانت الدولة، حتى إن كانت عربية سوف نضرب الدولة العربية. إحنا أشخاص ممكن ما نكونش بنقدر نقاوم بالسلاح، لأنه إحنا مش شايفين حالنا بالسلاح، إحنا بنقاوم بطريقة أخرى وهي طريقة البرمجيات والحاسوب والإلكترونيات والعالم الافتراضي. الكل بشجع على هذا الإشي وبشجع على هذه الطريقة من المقاومة، بيعطينا دافع دائماً للأمام لحتى نستمر في هذا المجال. المنظمة من عام 2010 وهي كل مالها بتزداد وبتكبر أكبر وأكبر. إحنا بنطمح إنه يكون المنظمة جيش عالمي، ليس يقتصر على بعض الأفراد، مثلاً 100 أو 200 نفر من كل العالم. نطمح أن يكون جميع هاكرز العالم داخل هذه المنظمة لتكون ضرباتنا أقوى وأقوى. نحن مجهول العربي، نحن المقاومة الإلكترونية، حامي حمى أرض العزة، أرض فلسطين.